بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في كافة المجالات. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. عبر سموه فيها عن خالص تمنياته وتهنئاته لجلالته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق طراد التقدم والنمو، مؤكدا سمو رئيس الوزراء في برقيته على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه دولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني، طمنها سموه بالغ تهانيه له بهذه المناسبة الوطنية. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بهذه المناسبة، متمنيا سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق كل التقدم والتطور. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية بهذه المناسبة الوطنية.